متابعينا الكرام، متابعين منصة أبو كبير ميديا من كل مكان، بنرحب بحضراتكم في فيديو بث مباشر جديد من محافظة البحيرة، من مدينة المحمودية، مدينة العلماء زي ما بيقولوا. احنا النهاردة معانا الدكتورة نرمين. دكتورة نرمين زي ما حضراتكم شايفينها كده ما شاء الله عليها، دكتورة نرمين اخترعت اختراع جميل جدا، اخترعت ابليكيشن بيصور بالصوت للمكفوفين يعني وذوي الهمم، يقدروا يستخدموه عن طريق الصوت بس، يقولوا مثلا كاميرا يجي يبدا يصور الابلكيشن، يقولوا بالكلام فالابلكيشن ده يساعدهم في ان هو يصور. مش بس كده، دكتوره نرمين كمان عندها اختراع جديد النهارده، وده الجديد بتاعها، ان هي عامله ابلكيشن بيقرا كمان للصوت للمكفوفين، غير بقى اللي هو كان بيصور بصوت المكفوفين، لا عملت ابلكيشن بيقرا بصوت المكفوفين. طبعا حاجه جميله جدا ومشرفه، ودايما بندعم النماذج المشرفه ديت المخترعه اللي بتفكر انها ازاي تفيد الناس وتفيد بلدها، وبتفكر في كل الناس، وكمان بالذات كمان هي فكرت تساعد يعني فئه معينه اللي احنا دايما يعني بنحب ان هم نساعدهم، هي اختارت فئه المكفوفين وذوي الهمم. دكتوره نرمين ازي حضرتك، عامله ايه؟ ممكن كده تعرفيني بنفسك الاول قبل اي كلام واختراعات وكده. معاكم نرمين فريد، اصغر مخترعه في البحيره في سن العشرينات. درست بكالوريوس علوم كيمياء بترول وتعدين. طبعا بحب الاختراعات وبحب ان انا اعمل حاجه ان هي تفيد البشريه وتفيد الانسان وتفيد الشعوب وتفيد مصر. عايزه اعمل حاجه ان هي تخلي مصر تتكلم عن يعني الشعب والعالم كله يتكلم عن مصر، يتكلم عن المخترعين ويعمل حاجه تفيد العالم كله. طيب انت في العشرينات من عمرك زي ما قلتي، ممكن تقولي دراستك ايه؟ درست بكالوريوس علوم كيمياء بترول وتعدين الجامعه المغربيه. تمام. قولي لي بقى الاختراع اللي انت اخترعتيه الاولاني اللي احنا اتكلمنا عنه. الاولاني كنت عملت من كذا سنه ابلكيشن سيلفي بيصور بصوت المكفوفين لذوي الهمم. كان وصل في اول اسبوع حوالي 500,000 شخص حمله، وحاليا وصل لمليون شخص حمله. كان بيصور بصوت المكفوفين، بتقول مثلا الجهاز صور فراح مصور. فانا طورت فيه الفتره اللي فاتت، عملت ابديت جديد للابلكيشن، ان انت بتقول الابلكيشن في فوتوشوب، في بتميز بالذكاء الاصطناعي، بتميز ان في محرر صور، في برنامج فوتوشوب كامل ان هو بيخلي يعني بيميز ذوي الهمم. البرنامج ده بيميز عن اي ابلكيشن تاني، وبيتصور وبيسمي الابلكيشن ده، تم تسميته يلا صور غير سيلفي سهله، غيرت الاسم واتعمل له ابلود على جوجل باسمه يلا صور. طب ممكن نتفرج عليه مع بعض؟ أوكي. نشوف الابلكيشن ده، هو ده الابلكيشن. التقط صورك بصوتك، ينفع نجرب مع بعض اي حاجه؟ كمان في اللي هو من جوه كمان اسمه يلا صور، لما تيجي تفتحه ومكتوب ان التصنيع او صممت نرمين خليل، عشان لو حاول اي حد. تمام. طيب ممكن نجرب نستخدمه؟ ممكن طبعا. هو ده الابلكيشن. انت كده امسك مثلا الموبايل مثلا كاميرا فكده صور. تمام. وبيعمل خلفية تانية، وفي محرر صور، وفي فوتوشوب، وفي حاجات تانية. تمام. طيب ممكن تكلميني على الفكرة جاتلك ازاي، او ليه اخترتي الفكرة دي بالذات، يعني ازاي جاتلك اصلا؟ تمام. انا لما رحت احدى الجمعيات وشفت ذوي الهمم والمكفوفين وذوي الاعاقة، لقيت ان ربنا واخد منهم حاجة واعطاهم حاجة تانية، ان هما ازاي ربنا عندهم ذكاء وعندهم ممكن يعملوا حاجة يفيدوا البشرية اكتر مننا كتير. ربنا اعطانا نعم كتير سبحانه وتعالى، بس خد منهم حاجة تانية خالص، اعطاهم يميزهم بالذكاء ومن حاجة الستة، فيقدروا يستخدموا ده اكتر مننا ويقدروا يعملوا حاجات اكتر مننا. ده من هنا جات لك الفكرة؟ من هنا جات لك. كان من كام سنة؟ من 4 سنين. بدأتي بقى أول ما جات لك الفكرة بدأتي تعملي إيه بالظبط؟ يعني إيه مشيتي على أنهي خطوات عشان تنفذي الموضوع ده؟ أول حاجة جربتها على عصاية سيفي، وربطت البرنامج الأبلكيشن بالموبايل وبالعصاية السيفي، بس قلت لما هو يجي يستخدم عصاية سيفي ممكن تكلفة أكتر، ممكن ما يقدرش إن هو يشتريها أو كده، فصممت الأبلكيشن، صممت البرنامج على هيئة أبلكيشن على الموبايل، أي حاجة
حد يستخدمه وكل المصريين وكل العالم يقدر يستخدمه. بدأتي بقى عملتي ده اول بقى ما بدأتي اول يعني من اول يوم كده بدأت نفذتي الكلام ده وعملتي كده؟ كان لسه بقى ما حدش عمله كده، شفتي بعينك اختراعك كده يعني بقى قدامك متنفذ، ايه بقى اللي حصل لك؟ ايه اللي شاورك؟ فرحة النجاح حلوة، احساس لا يوصف طبعا، انك بتحقق كاريرك وبتثبت كاريرك وبتعملي كارير لنفسك وبتثبتي نفسك ذاتك، دي فرحه لا توصف طبعا. لما نزل قبل كده 5 6 ساعات الاقي وصل ل 100,000 شخص حمله من غير اي اعلانات ومن غير اي حاجه، الاقي انه وصل ل 100,000 شخص حمله، دي حاجه طبعا معجزه من عند ربنا. قعدتي بقى كل شويه تتكلمي يزيد بقى شعوري بقى. فالشعور ده لا يوصف طبعا، مش بس عشان النجاح كمان لان انت بتنجح تجري الموضوع بين كمان بساعد غيري، ده احساس تاني خالص، فرحتي بنفسي او كده لا، انا احساسي او فرحتي بالذات لما بساعد انسان او بساعد فرهمة او بساعدهم، دي عندي فرحة تانية خالص. انا بساعد الانسان ده والشخص ده عندي فرحة خالص، الانسان وربنا اعطانا ان احنا نساعد بعض وكده، فدي حاجة. طيب ممكن تقولي لي بقى، طبعا كل انسان بيبدا بفكره يعني وبيبدا يمشي عليها وينفذها بتواجهه طبعا صعوبات في تنفيذها ويعني احباطات والكلام ده، ممكن تقولي لي ايه اللي حصل خلال انت اصلا خدتي مده قد ايه في التنفيذ؟ نفذتي الموضوع ده في قد ايه؟ خلال السنتين دول بقى اكيد حصل حاجات كتير، من دروبات مثلا، من حاجات تانية كويسه خليتك متفائله، كلميني عن اللي حصل خلال السنتين دول. هو شخص انا كان يرمين، كانت الصعوبات والتحديات اللي كنت بواجهها كانت تخليني اقوى وتخليني اكتر ان انا عايزه اكون مصممه لحلمي واحقق الحلم ده، بتخليني اكون عايزه مصممه واثبت ذاتي وان انا احقق ذاتي، وهثبت لهم في يوم من الايام مين هتكون يرمين خليل. تثبتي لمين؟ اثبت للعالم كله. العالم كله. يعني خليني ادخل في سؤال تاني، انت برضو ما قلتليش ايه الصعوبات اللي واجهتك، انا عارفه ان ده خليتك قوي وكده، بس ايه بقى اللي واجهك؟ يعني صعوبات ممكن، لا ايه البحث العلمي، ما تكمليش البحث العلمي، ركزي في دراستك، ركزي في حياتك، هتعملي ايه لما تساعدي ذو الهمم، حاجات زي دي، بس الكلام ده كان بيديني دافع وحافز ان انا اوصل لحلمي. انت عملتي ايه بالظبط ما قررتي تعملي كده؟ عملت ايه بالظبط؟ يعني عشان لو حد حابب يعمل ده. بدأتي بإيه؟ يعني بدات ان انا عايزه، بدات بالبحث العلمي، كنت ببص الاول للدكتور احمد زويل، ليه ما اكونش زيه، انا ما فيش مستحيل، انا ليه ما اكونش من الايام زي الدكتور احمد زويل واحقق حاجه واعمل حاجه زي ديت واحقق ذاتي، فانا كنت عايزه اعمل حاجه فعلا تفيد البشريه، وقدرت ان انا اعمل ده واحقق حلم واثبت للعالم ان انا قدرت اعمل ده، وده ما كانش وهم ولا حاجه، ده كانت حقيقه وقدرت ان انا اثبت. هل الموضوع كان مكلف معاكي يعني الفكره والمشروع ده والاختراع ده؟ هو كان مكلف في جهد، كان عايز جهد وعايز وقت كتير جدا، وانك توفر وقتك خلال المشروع اللي انت بتعمليه او البحث او اللي انت بتعمليه. طب ازاي بقى قدرتي توفقي بين ده وكنت بتدرسي وقتها كمان؟ رغم ان كنت في الكليه بطلع اول سنه على الدفعه. قولي لي بقى قدرتي توفقي وقت منين وكده؟ كنت عامله تنظيم لوقتي، ان انا مثلا بنام مثلا خلال من 4 ساعات ل 6 ساعات في اليوم متقاطع، بقدر ان انا مثلا اقدر ان انا اذاكر في اوقات معينه، احضر مؤتمرات، احضر كورسات، احضر الكليه، ده كله كنت منسقه كل الاوقات دي، كنت عامله جدول انا ماشيه عليه وعارفه انا ماشيه ازاي، فالحمد لله ده كان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. طب ممكن تكلميني عن الاختراع الجديد بتاعك؟ انا سمعت ان انت عملتي حاجه جديده للمكفوفين برضو، ان هم القراءه بالصوت. ايه الاختراع، ايه بقى الابلكيشن الجديد ده؟ انا الفكره جات لي ان انا عايزه، انا مهتميه بذوي الهمم وعايزه افيدهم تمام، واهتميت ان انا اعمل جهاز اسمه الاصبع القراءة او فينجر ريدر، بيقرا بالصوت للمكفوفين او لضعاف البصر. هو ده الجهاز، تلبسه في الاصبع السبابة تمام، دي كاميرا لجهاز توليد الصوت، دي شرايح، ده خاتم، مجرد انك بتمشي في جهاز، وفي طبعا برمجة بتولد الصوت، مجرد انك بتمشي الجهاز على الكلام فبيولد صوت ورددات وكده وبيقرا الكلام. بيمشي بس على الكلام يقرا الكلام؟ بيمشي كده على الكلام، بيقرا الكتب والمجلات والصحف والشاشات والكمبيوتر وكل حاجه. بس طبعا ده محتاج تطوير كتير وكده، ولا انت نفسك تقلسك توصلي ده لايه؟ فضل حاجات بسيطه فيه. انت شغاله على ده دلوقتي؟ شغاله عليه، هو ده نموذج
ليه، بس النموذج اللي هيبقى شغال فعليا هيبقى الفتره اللي جايه بعد كام، مش بعد شهر فعلا بالظبط، بعد شهر هيبدا تكبري فيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب مين بيدعمك بقى في المشروع ده؟ او قولي لي، بلاش مين بيدعمك، قولي لي بقى يعني ده ناوي على ايه فيه، تعملي ايه بعد كده، تكبري اكتر ازاي الفكره دي؟ لان ده ناوية ان اعمل فيه حاجة، ان اطوره واعمل حاجة هي تفيد البشرية، يعني ضعف البصر او الناس اللي مش بتعرف تقرا تكتب او تعرف تقرا او ده كله، فبيبقى معاها ان هي تسهل لها القراية. بس في حاجة من اسمها محفظة امية ومش بيقرا، او الناس مش عارفة حاجة، يعني ده كمان لكل الناس مش بس لكل الناس، اي حد حتى لو ناس كبيرة مش بتعرف تقرا. أيوة هيمشي بس كده على اي حاجة تقريها ويسمع. ده جميل جدا، يعني ده كمان حاجة يعني ما شاء الله، يعني انا بتمنى لك التوفيق في الاختراع الجديد ده. طيب هنتكلم برضو عن الصعوبات اللي موجودة فيه، ايه دلوقتي اللي يعني اللي ممكن يكون بيواجهك عشان ينتشر وكده، تكلفة مثلا؟ عايز وقت وعايز جهد ان انا اخلص البرمجة وتصنيعه، والتكلفة بتكون طبعا عليا في الاول، فده كله بيكون عايز وقت يعني كتير. في قولي لي بقى عن الناس اللي بتدعمك، من اهلك سواء من هنا، مين اكتر حد واقف جنبك في رحلتك دي كلها، اللي هو الاختراعات ده سواء ده سواء التاني؟ هو طبعا عايزه اقول الانتقادات كمان اللي تشوفيها، سواء من اصحابك سواء من اقربك من اهلك، قولي لي كلميني كده عن النقطه دي. تماما، عايزه طبعا اللي بيدعمني اهلي، عايزه اوجه كل الشكر والتقدير لبابايا الحاج ناصر خليل والاخويا شادي خليل ومامتي، ان هم بيدعموني واقفين جنبي، وهم سبب نجاحي بعد ربنا بعد كل انا وصلت له، وهم اللي بيدعموني. لولا اهلي، لولا ان هم واقفين جنبي وبيدعموني وعارفين ان انا هثبت هعمل حاجه في يوم، وهكون حاجه في يوم من الايام، هكون حاجه كبيره في مصر، لولا كده ما كنتش هنجح ولا اعمل حاجه. ان شاء الله. طب على الجانب الاخر بقى، اللي هو الحاجات الانتقادات وكده، كان في انتقادات بتواجهك ولا لا؟ اكيد لاي حد ناجح في انتقادات، لو ما فيش انتقادات تبقى انت مش شخصيه ناجحه، او انت يعني مش بتعملي حاجه. فليا انتقادات كتير، بس الانتقادات دي بتديني تحدي وقوه وإرادة ان انا اوصل لحلمي، وهوصل في يوم من الايام وهكون حاجه كبيره في مصر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بما اننا وصلنا للنقطه دي، عايز اعرف عن احلامك، سواء بالاختراع ده او التاني، كلميني كده عن يعني ايه اللي في دماغك بقى لبكره اكتر، سواء في الاختراع ده او ده او غيره. انا احلامي عايزه اعمل حاجه، يعني عايزه اوصل لحاجه، لحاجه كبيره جدا في المجتمع، مش عايزه اوصل ان انا بس اكون كده، لا عايزه اعمل اختراعات، حاجه كبيره يعني، اختراعات كبيره جدا، حاجه تفيد البشريه بمعنى الكلمه، تكون مصر ديت حاجه انترناشونال على مستوى العالم، وتفيد ذي الهمه، وتفيد كل الشعوب وكل المصريين وكل الناس، وان انا اعمل حاجه اوصل يعني اخد جائزه نوبل زي الدكتور احمد زويل. ده حلم، وعندي احلام تانية كتير، وانا الحمد لله مؤمنه باحلامي، وطالما انا حققت جزء من احلامي يبقى انا اكيد هحقق باقي احلامي، طالما حققت حاجه او جزء منها، وعندي يقين بربنا سبحانه وتعالى. اكيد طبعا. احنا ينفع نجرب ده؟ ده هو ده نموذج. اه تمام. الجهاز الفعال فعلا او لسه هيشتغل؟ انا شغال عليه. اه تمام. هيخلص بعد شهر. اوكي تمام. يعني زي ما حضراتكم سمعتوا معانا وشفتوا دكتوره نيرمين، شفتوا اختراعها الاولاني اللي هو اللي بيصور للمكفوفين بالصوت، وكمان اختراعها الثاني اللي هو بيقرا سواء للمكفوفين او غيرهم، ناس اللي مش بتعرف تقرا كمان بيقرا برضو بالصوت. يعني ما شاء الله، يعني حاجة مشرفة ونموذج جميل جدا، وإحنا بنتمنى من كل قلبنا التوفيق ليها، سواء في الاختراعات اللي هي فيها دلوقتي، سواء في بعدين، سواء في أحلامها، سواء في حياتها كلها. أنا بتمنى لها كل التوفيق في كل ما هو قادم، وشكرا ليكي. لو حابة توجهي أي رسالة لأي حد ممكن تقوليها. عايزة أوجه الشكر لأهلي والخطيبة على دعمهم ليا، اهم حاجه. شكرا ليكي وشكرا لكل المتابعين.